تمام. طيب المتوفى دوت كان ليه ابن، كان هو ليه ابن وبنتين، والابن توفى قبل ما هو ما يتوفى بقيمة حوالي 6 شهور. أولاد الابن ليس لهم شيء. معلش تاني كده، الابن ملوش حاجة، طبعا ما ميت ابنه يرث. مش متزوج، ابنه كان يعني ما كانش لسه متزوج. طيب كيف يرث الميت الحي؟ تمام. الارث بتاعه بقى يورث لاخواته، إرث مين؟ ارث عمي اللي توفى. ما يعتبره غير موجود خالص. تمام، يعتبره غير موجود. نعم. معلش ممكن اعرف القسمة بتاعتها تبقى ازاي؟ هو 8 اولاد وبنتين. اقسم على 18، الولد له قسمين والبنت لها قسم. تمام، ربنا يجزيك خير. وياك، والسلام عليكم.